بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مأجورين جميعا. بالنسبة لتجهيزات هذه الليلة، طبعا الشباب ما قصروا في لجنة العزاء، سواء كان أو في لجنة الرواديد، كانت في هناك عدة جلسات ما حضرتها طبعا جميعها، لكن كان في تنسيق وكان في إعداد للجدول المسبق كل واحد وليلة المخصصة. قاسم ابن البطولة بشيخ لصاح، الدموع على الوجه منار. من هذا طبعا بدأنا نجهز للحان. يمكن أنا أعتذر عن تقصير، لأن سلمت الألحان متأخرة بعد للشاعرين حسين الحايكي والأستاذ علي المختار، لكنهم الحمد لله رب العالمين ما قصروا، يعني رغم الضغط اللي عليهم ما قصروا، كفوا ووفوا مثل ما نقول، ومأجورين جميعا إن شاء الله، ونسامح على التقصير. حسينك بالضغط.